باريس دار ضوء للمزادات. المعروضات لوحات وقطع فنية من الشرق القديم. حتى اليوم لا زال هنالك مهتمون بالفن الاستشراقي من جميع أنحاء العالم، أتوا اليوم ليختاروا قطعا من أعمال لأشهر الفنانين الاستشراقيين. هنا في أول الصالة نجد لوحات لفنان استثنائي لم يكتفي بالسفر إلى البلاد الإسلامية ليعود بلوحات تخلد الحياة المشرقية، بل تحول هو نفسه إلى جزء من تلك الحياة. إنه ألفونس إتيان ناصر الدين ديني. باريس القرن التاسع عشر، عاصمة الفن والأدب والموضة والمسرح في أوروبا. إنها المدينة التي تنبض فنا. من كل شارع وساحة وفي كل منعطف هنالك ما يلهم أحاسيسك. Nous nous épousions dans les foins, sans curé, sans noce ni témoin, par mon maître. Depuis nous avons des marmots, des petites jumelles, des petits jumeaux qui conservent, des petits poiriers qui grandiront, se reproduiront et qui mourront, par mon maître. هذا الجو جعلها قبلة للفنانين. فان جوخ، رينوار، بيكاسو وغيرهم. في هذا المحيط ولعائلة برجوازية باريسية ولد ألفونس إتيان ديني عام 1861. الوالد فيليب ليون ديني محام مرموق. والوالدة ماغي أديل بوشي بدورها ابنة محام باريسي. Etienne Diné, bon, n'est pas un enfant d'ici. Il est né à Paris dans une famille parisienne, une famille de la moyenne bourgeoisie parisienne. Il est né en 1861, le 28 mars. أولاً هو ينتمي إلى عائلة نبلاء.
لأنه كما تعرفون فرنسا قبل الثورة الفرنسية كانت هناك طبقية مميزة ومعلومة، فطبقة النبلاء هذه ينتمي إليها الرجال الحكام وذو المهن العالية، مثلا كالمهندسون كالأطباء كالمحامون، وهناك طبقة أخرى هي الطبقة الشغيلة وغيرها. Né exactement au 95 de la rue Neuve des Petits Champs, dans le deuxième arrondissement, et de père qui était magistrat, président du tribunal d'instance de la Seine. Il est issu d'une famille de magistrats, même du côté de sa mère également, tout le monde était dans la justice. D'où son esprit par la justice plus tard qui va se montrer au fil des ans. في هذه الطبيعة الخلابة على مشارف غابة فونتنبلو تقع بلدة إغيسي. بضعة كيلومترات جنوب باريس نشأ إتيان الصبي، حيث كانت عائلته تملك هذا القصر الرائع على ضفاف نهر السين. بين جنبات قصر إغيسي حيث كانت العائلة تمضي جزءا من السنة، نشأ إتيان مع أخته جان، حيث كان يستمتع باللعب في نهر السين أو غابة فونتنبلو. كان يميل نحو العزلة في أغلب الأوقات، ويميل نحو الرسم منذ صغره، وهو أمر لا يروق العائلة لأنها كانت تتمنى فيه لأن يمتهن مهنة أو يكون مولعا بمهنة تلحقه بمصاف عائلة نبلاء. فالرسم بالنسبة للعائلات الأرستقراطية أو عائلة نبلاء آنذاك، امتهانه يعتبر انتقاصا من شخصية الفرد آنذاك. لاحقا سيصبح هذا الجناح المنعزل أول ورشة خاصة لإتيان ديني. فيليب الذي كان يحرص على أن يرث ابنه مهنة المحاماة قام بتسجيله في ثانوية مثل أبناء العائلات البرجوازية. Donc il est élevé dans une famille assez stricte qui va le placer dès l'âge de 10 ans interne au lycée Henri IV à Paris. Et là, il s'est distingué beaucoup plus pour des matières, si vous voulez, historiques, géographiques, que par les mathématiques ou les sciences. Et il avait une prédilection pour le dessin extraordinaire, ce qui fait qu'il a remporté tous les grands prix de dessin, dont il était le lauréat même. مثل هؤلاء الطلبة الذين خرجوا للتو من امتحان شهادات البكالوريا، كان ديني طالبا بهذه الثانوية منذ حوالي قرن ونصف. جون رولانس ديني، هذا اسم الكامل لأخته، تقول أننا حينما كنا نزوره في ثانوية، والثانوية كانت داخلية آنذاك، كان تذهب أمه للاطلاع على أحواله وغيره مرة في الأسبوع، تحس بأن هذه الزيارة نوعا ما ثقيلة عليه، فهو دائما عزالي حتى مع والده.
ومما لاحظته كذلك في مذكرتها أنه غير يهتم غير مهتم بهندامه. تقريب صفة العزلة وصفة تقريب نوعا من التصوف والزهد في الدنيا. إذا المحيط الذي عاش فيه نصر الدين الديني وسيرته الذاتية كانت على نقيض ما كان متوفرا آنذاك وما كان من المأمول منه أن يكون. لهذا البيئة التي عاشها نصر الدين الديني آنذاك لم تتمكن منه في شخصيته سواء في طفولته أو فيما بعدها. من شرفات الإقامة الداخلية للثانوية كان بإمكان إتيان أن يطل كل يوم على كنيسة سانت إتيان جومون. رغم ذلك لم يكن مهتما كثيرا بالدين المسيحي في وقت كانت الكنيسة فيه تفقد هيبتها التقليدية. وهناك أصبح مطلب فصل الدين عن الدولة عن الحكم عن الدولة عن الحياة العمومية مطلب تقريب شعبي آنذاك في فرنسا، وهو ما نوعا ما ساهم في صقل نصر الدين شخصية نصر الدين دي، لأنه التدريس الديني كان إجباريا في ثانويات بطريقة نوعا ما متعصبة. ففي الفترة التي في 1871 أو في السبعينات حيث كان يدرس نصر الدين الديني في الثانوية فقد تخلص من هذا الضغط المسيحي على السلطة وعلى المدرسة الفرنسية، فنوعا ما هو كان فيه نوع من التحرر الشخصي من الولاء الديني. Arrive la période militaire, il devance l'appel au drapeau et en 1876 il est incorporé à Granville en Normandie. Ce qui lui donnera l'occasion de visiter la Normandie et la Bretagne, qui à cette époque-là sont encore des régions, comment je pourrais dire, un peu sauvages. Donc il va être en contact avec ce qu'il appréciera beaucoup plus tard, la nature vraie, la réalité des gens, les expressions naturelles. Et je pense que son séjour breton aura une certaine importance dans la suite de sa carrière. كان لا يؤرقه أن يكون ابنه رسام في هذه الهواية، وكان هناك نوعا من التشجيع من والدته لأن والدته كانت مولعة بفن المسرح خاصة، تقريبا نوعا ما كانت تتغاضى عن ولعه بالرسم. Et finalement, la famille va céder à ses désirs et il va s'inscrire à l'école des beaux-arts où il va rentrer dans l'atelier de Victor Galland. Il ne restera pas longtemps. Il ne restera pas longtemps parce que cet atelier-là va fermer et il va s'inscrire à l'Académie Julian. Lorsqu'il passe à l'Académie Julian, il sera élève de Bouguereau, un peintre français bien connu, mais bien connu dans le style académique, qui est tout à fait à l'opposé de ce que fera Étienne Dinet un peu plus tard. Donc, bon, il suit ses cours, mais il n'est pas du tout enthousiasmé par le style de ses maîtres. Lui, ce qu'il aime, c'est la nature, c'est le monde réel. L'Académie Julian, et qui va former énormément d'artistes, justement nés dans cette génération en 1860. Donc, c'est quand même des artistes qui apprennent le métier de peintre et qui vont commencer leur carrière dans les années 1880, donc à un moment où toutes les grandes révolutions sont passées. On est 10 ans après la révolution des premières expositions impressionnistes. Donc on est à un moment de synthèse où finalement l'art officiel va se nourrir, va adapter, tempérer les grandes innovations portées par les mouvements antérieurs. Et se poursuit le système académique de formation dans l'atelier d'un artiste. Et Dinet s'insère dans cette formation. Il est né à Paris et donc il suit une formation. مدينة السعادة 250 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر على سفح جبل كردادة وضفاف وادي بوسعادة
تقع هذه الواحة الساحرة؟ مدينة بن سعدة مدينة قديمة، ربما القدم تاعها يرجع إلى حوالي 8 إلى 9 قرون خلت، ووجدت بفضل وجود الواد والأراضي المحاذية للواد الذي سكنها الإنسان منذ زمن طويل جدا، استغل هذه المياه للبساتين والبستنة إلى آخره. أول خلية وأول بناية هو المسجد، بدأوا بزاوية قرآنية بنوا المسجد، وهو المسجد العتيق اليوم اللي راه موجود إلى يومنا هذا على نمطه كما بناه الأوائل، وهما سيدي ثامر وسيدي سليمان، والبناء اللي كان معاهم هو سيدي دهيم. Alors la région de Boussada c'est la région en fait la plus tour... qui va devenir un peu la plus touristique. C'est un petit peu le lieu de tourisme de carte postale qui est offert par les Français qui viennent en Algérie ou même toutes les autres nationalités. Donc c'est pour ça que toute personne intéressée artistiquement doit se rendre à Boussada. ستكون بوسعادة هي المدينة التي ستربطها بديني قصة حب أبدية لن تنتهي فصولها حتى بموته. لكن كيف حدث اللقاء الأول يا ترى؟ arrive comment dirais-je l'époque où un certain un de ses amis qui avait un frère entomologiste et cet ami là s'apprêtait à partir en Algérie avec une petite mission scientifique à la recherche d'un coléoptère très très rare de la région de Boussada. Et cet ami-là a dit à son frère entomologiste, qui s'appelait Simon, qu'il ne viendrait pas avec eux si son ami Diné n'est pas dans le voyage. Naturellement, on va demander à Diné à venir et Diné ne va pas se faire prier, il accepte. Et c'est ça la découverte de l'Algérie. كانت بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر، وتقريب خلالها تم إخماد جميع الثورات. انتقلت فرنسا إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الاستيطان الفرنسي أو الأوروبي بصفة عامة في الجزائر، بهدف تمكين الفرنسيين وترغيبهم أو الأوروبيين في الاستيطان في الجزائر. كانت تشجع هذه الرحلات الاستشراقية إلى الجزائر. في سياق هذه الرحلات جاءت هذه الرحلة. Et c'est là qu'il a découvert le désert. C'est là qu'il a découvert ce monde pur, propre. Cette terre-là, comment dirais-je, respirable. Ce n'est plus l'atmosphère de Paris ou de France en général. Comprenez ? Et on est tombé amoureux. Donc il a été omnibulé carrément par tous ces espaces. Il y a donc quelque chose de nouveau à faire découvrir, comment dirais-je, par la peinture. كان لابد لرجل أوروبي مسيحي غريب من مفتاح للتعمق داخل هذا المجتمع الصحراوي المحافظ وفهمه بكل تعقيداته وبساطته، ولم يكن هذا المفتاح سوى الرجل الذي سيصبح صديق عمره وتوأم روحه، إنه سليمان بن إبراهيم بعامر. هو الحاج سليمان بن إبراهيم اللي هو إباضي من الغردية، ولكن الحاج سليمان استقر كذلك في بوسعادة وكان له تأثير كبير على الحاج نصر الدين ديني. لكن سليمان بن إبراهيم بذاته شخصية نوعا ما مميزة عن أطرابه أو أقرانه من الإخوة الإباضيين. كيف؟ لأنه يشتغل يمتهن مهنة تختلف عما تميز به إخواننا الإباضيون، فأغلب الإباضيين يتميزون آنذاك ينشطون في حقلين، حقل التجارة وحقل الحرف. أما أنا بالنسبة لسليمان بن إبراهيم فقد كان متفتحا ينشط كدليل مرشد سياحي، وهذه الصفة لم نسمع أبدا دليل، معناها نسمع هنا على الأقل هنا على المستوى المحلي لا أحد مارس هذه المهنة من الإخوة الإباضيين. فوق كذا كان يتقن اللغة الفرنسية جيدا، ومن الذين عرفوه إنسان يهتم كثيرا بهندامه كما يقال بالفرنسية تريز إليغون.
qui va ouvrir Dineh à la fois à la culture arabe, bédouine, à l'islam, à la langue arabe, car Dineh sera parfaitement, dans les années 1900, sera parfaitement bilingue. Donc cette grande amitié va lui permettre de découvrir notamment toutes les légendes bédouines. Ben Dit, c'est le محافظ de Luxembourg, وكتب مقدمة في كتاب طابور لافي عرب الذي ألفه ناصر الدين، فتكلم بإسهاب حول شخصية سليمان بن إبراهيم ويرجع له الفضل في كل ما أنجزه. واليوم بن ديت يتكلم عن سليمان بن إبراهيم بأنه هو العامل، هو العين التي يرى بها ناصر الدين والتي يشتغل، يد التي تشتغل بها. سليمان الذي ولد في مليكة بوادي مزاب سيفتح الباب أمام دينيه على مصراعيه لاكتشاف مجتمع بدوي ساحر وجذاب يميزه إنسان يعيش على الفطرة، سعيد رغم بؤسه وقنوع رغم شقائه وفقره. أطفال لا يملكون ما يحتمون به من البرد والصقيع، لكنهم ينعمون بدفء عائلي تتكاتف فيه الأسرة على مصاعب الحياة. لقد شكلت بوسعادة بطبيعتها الصحراوية الساحرة مصدر إلهام لريشته. لكن ضباب القمع العسكري الاستعماري كان يحجب أحيانا دفء شمس بوسعادة، ولم يكن هذا خافيا عليها، فكان بحكم شهرته وعلاقاته ملذ السكان البسطاء المقهورين للدفاع عنهم والتوسط لمظالمهم لدى الحكام العسكريين الفرنسيين. وفي الأخير قرر الاستقرار نهائيا في بوسعادة، وفي خطوة تحد للسلطات الاستعمارية قرر شراء بيت في الحي العربي. فرفضت السلطات الحاكمة الفرنسية آنذاك إقامته في بوسعادة، لكن علاقته بذوي النفوذ وأصحاب السلطان والحكام الفرنسيين جعلته يحصل على الإقامة هنا بإذن من الوالي جونار آنذاك الذي كان حاكما في الجزائر. Il faut reconnaître que pour les Français d'Algérie, les autorités françaises, Dineh avait quelque chose d'extrêmement dérangeant, puisque dans tous les conflits qu'il pouvait y avoir sur le statut entre guillemets des indigènes, ce qu'on appelait les indigènes, Dineh était un militant connu, très connu à Alger, et donc il était assez dérangeant qui prennent des positions d'appui pour la reconnaissance du statut des Arabes algériens. في أحضان هذا البيت المتواضع سيمضي دينيه مع صديقه سليمان بقية عمره. لقد جعله هذا الاستقرار أقرب إلى البسعاديين، فلم يألو جهدا في المرافعة عن مطالبهم ما استطاع، وهذا ما نراه في مراسلاته العديدة لمختلف السلطات الاستعمارية. أخيرا أثمرت جهوده الحثيثة رفع الحكم العسكري عن بوسعادة لتصبح بلدية ذات حكم مزدوج مدني وعسكري. أخلاق البسعاديين البسطاء وسعادتهم الدائمة رغم ظروفهم الصعبة، وحبهم له رغم كونه فرنسيا مسيحيا من جهة
وأخلاق سليمان بن إبراهيم العالية وانضباطه الديني الممزوج بشخصيته عالية الثقافة والأناقة والرقي من جهة أخرى جعله يقرر بعد دراسة متأنية اعتناق الدين الإسلامي. وقد أخذ الأمر بعض الوقت قبل أن يعلن إسلامه على الملأ سنة 1913. من اليوم سيغير إتيان اسمه ليصبح ناصر الدين ديني. المسلمين الجزائريين بصفة عامة خاصة الإباضيين يتميزون بنوع من الانضباط الديني. لهذه الأسباب ربما وبالتأكيد لا أقول ربما كان له تأثير في شخصية ناصر الدين ديني في إسلام ناصر الدين ديني فيما بعد. قد يكون له تأثير لم يكن كليا لأن ناصر الدين فيما بعد درس واجتهد وغيرها، لكن هذه الطباع التي كانت قائمة في المجتمع الجزائري من حسن الخلق والمعاملة والتسامح والإخاء وغيرها والالتزام الديني كلها كانت عاملا في صقل شخصية ناصر الدين ديني التي أصبحت من بعد مسلمة. وصل أصداء الخبر إلى فرنسا فهاجت أمواج نهر السين. زلزل خبر إسلام ديني دوائر الفنانين والمستشرقين. لقد صدمهم أن الفنان البرجوازي الذي كان من المنتظر منه أن يساهم في التبشير المسيحي وتربية الأهالي المحليين المتوحشين قد أصبح واحدا منهم. اعتبره البعض خائنا لفرنسا، واعتبره آخرون عارا على جوقة الشرف التي حاز وسامها سابقا، ونعته بعض المثقفين الفرنسيين بالضعف والتخلف. سرعان ما تنكرت له العائلة الفنية الفرنسية، وتحاشى الجميع فجأة شراء لوحاته بعدما كانت مطلوبة، وتوقف سيل الميداليات والجوائز التي كانت تحرزها أعماله في مختلف المسابقات. تعرض إلى هجمة شرسة سواء من الزملاء الذين كانوا يحيطون به في المجال الفني الذين انصرفوا عنه، سواء بالنسبة للطبقة الحاكمة آنذاك، فأقصي من جميع المعارض التي كان يعرض فيها لوحاته ويتقوت منها، فأقصي من جميع المعارض، وشنت عليه حملة لا أخلاقية وقيل ما لا يقال ولا ما لا يمكن حتى أن نعيد ما قاله عنه. Donc l'entourage immédiat ne lui a pas plu. Certains de ses amis peintres ont mal réagi, tels que son ami Paul Leroy, avec lequel il a fait de nombreux voyages à Biskra. Le fils même de Paul Leroy, que j'avais vu avant qu'il ne meure, me l'avait dit. Il m'a dit que son père s'était brouillé avec Diné à cause de la conversion. ديني من جهته لم يزد إلا إصرارا على صواب اختياره، وجند قلمه وريشته لإظهار إيجابيات الحياة الدينية والاجتماعية للمسلمين. منذ ما قبل استقراره ببسعادة كان بالاشتراك مع سليمان قد ألف مجموعة من الكتب كانت في أغلبها روايات وقصصا من التراث. Il a écrit un roman avec l'imam Ben Ibrahim sur la vie des Ouled Nail, qui s'appelle Khadra, ou la vie d'une Ouled Nail. L'exploration intellectuelle de Diné du monde arabe est très large. Il écrit une vie de Mahomet, n'est-ce pas ? Il écrit une histoire d'Antar qui est une histoire guerrière des temps pré-islamiques. Il écrit Rabia El Kouloub, qui est un recueil de légendes bédouines. لأن كتب نصر الدين ديني فيها شقين، فيه الشق الأول قبل الإسلام قبل ما يدخل الإسلام، وفي الشق الثاني بعد ما دخل الإسلام، وتختلف الاهتمام تاعه. في الأول كان مثلا ألف قصة حول
خضراء رقصت ولاد نايل، ألف حول لوحات من الحياة العربية، مثلا فيها نوع من القصص والحواديت واللي كان أو يعني اللي كانت منتشرة آنذاك. مثلا كألف حول عنتر بن شداد، حول عبلة، حول الاهتمام في آخر حياته اتجه إلى المؤلفات ذات الطابع الإسلامي، منها كالحج محمد رسول الله. أبان الحرب العالمية الأولى عندما قدم ما لا يقل على 77,000 مسلم حياتهم تحرير فرنسا ومسامح تحرير فرنسا، ففعلا صوت البرلمان الفرنسي معنا في قانون ما يسمى بالقانون العلمانية أو اللائكية لايسيتي، يمنع من الدولة أن تساهم في بناء أي مجال ديني، كانت كنيسة، معبد أو شيء من هذا القبيل. ولكن ربما هذه الظروف يعني الاستثنائية جعلت من البرلمان الفرنسي يصوت وبالإجماع على إنشاء مجلس. عقب انتهاء الحرب كان ديني من أول المطالبين بإنشاء مسجد باريس تكريما للجنود المسلمين الذين سقطوا من أجل فرنسا، كما ساهم بخبرته الفنية في التخطيط لتصميم المسجد وزخارفه. أشغال بدأت في 1722، فكانت هناك عدة اجتهادات في الكيفية المثلى لإخراج هذا المشروع من الأرض يعني. فأكيد أنه بحسه الفني وأكيد أثر في هذه الزخرفة، أكيد أنه شارك في ذلك. ميزة واحدة تجمع أعمال ديني، الدفء. دفء شمس الصحراء، دفء ألوان ملابس البسعاديين، دفء العلاقات الأسرية، دفء اللون الوردي على الجبال وقت الأصيل، دفء الرمال والصخور التي يتفنن في تفاصيلها لدرجة تجعلك تعتقد أنه يستعمل الرمال ذاتها لتشكيل الألوان بدل أدهنة الصباغ. لقد نقل الفن الاستشراقي من أسرار الحريم وأجساد النساء إلى كفاح الإنسان الشرقي ومعاناته اليومية. التفاصيل في رسوم ديني قصة أخرى، فهو يجعل لوحاته كتابا مفتوحا. في لوحته الشهيرة سطوح الأغواط نرى بين ثنايا ضربات الريشة هؤلاء الأطفال يلعبون بسلام تحت دفء الشمس. وفي الدخول إلى مدينة القرارة لم يغفل خيام البدو الرحل المتناثرة خارج سور المدينة. وفي الطفلتان الراقصتان وبعيدا في الخلفية نرى هذا الرجل بطربوشه الأحمر. وفي جامع المشمش يتهافت الأطفال الجائعون للظفر بحبات المشمش الساقطة، لكن هناك في الظل يستغل هذا الطفل الرشيق الفرصة للحصول على واحدة من الشجرة مباشرة. Comme tous les artistes de cette époque-là, donc qui peignent dans le dernier quart du 19e siècle, il est évident qu'il y a une recherche d'instantané. Donc c'est ça qui peut laisser penser que ces peintures sont peintes sur le motif. Néanmoins, Dinet ne se départit jamais d'un style très précis, et c'est d'ailleurs, il le doit à cette formation académique dont nous parlions tout à l'heure, et par conséquent, ses tableaux sont faits dans son atelier. Peut-être d'après des croquis, d'après ce qu'il a vu, d'après des photos qu'il aurait prises sur place. Il s'intègre indéniablement dans un courant de peinture qui le préexiste, mais il développe très rapidement une touche très personnelle, des couleurs très vibrantes aussi, qui sont une autre manière que celle par exemple développée par Guillaumet ou par Decamps même encore deux décennies plus tôt, qui sont vraiment propres à lui et qui vont rendre finalement toute cette brillance qu'il peut y avoir, notamment dans les costumes, dans la lumière très particulière. Dinet ressemble à rien puisqu'il représente un monde assez joyeux,
un monde assez joyeux de gamins qui jouent avec des cailloux, de vieillards qui jouent avec des jeunes gens. Et il est unique en ce sens. Il est unique en ce sens parce que le dîner est seul dans sa spécificité qui nous montre un Maghreb riant et joyeux. C'est le plus grand. Alors pourquoi c'est le plus grand? Parce que justement c'est celui qui a compris d'une manière exceptionnelle les Arabes. Certains peintres ont eu une vision extrêmement extérieure, occidentalo-centrée, n'est-ce pas? Dîner, c'est par sa passion et sa compréhension du monde arabe, est le meilleur interprète de ce qu'est le monde arabe. Il y avait bien ses prédécesseurs comme Guillaume, comme Fromentin, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait uniquement l'aspect extérieur ou la vie aristocratique. Tandis que lui, il va s'attacher à étudier l'homme du désert. Et c'est là qu'il devient à la fois psychologue, mais ethnologue. عام 1929 قرر القيام برحلة لا طالما تمناها. توجه هو وسليمان إلى القرارة بوادي مزاب، ومن هناك خلد بداية رحلته الروحية في لوحة سماها الانطلاق إلى مكة المكرمة. تركت رحلة الحج انطباعات روحية عالية في نفسه، لكنها أنهكت جسده الستيني كذلك. ليفارق الحياة يوم 24 من ديسمبر كانون الأول عام 1929. بعد جنازة تأبينية بمسجد باريس وتنفيذا لوصيته، نقل جثمانه ليدفن في بوسعادة. خرجت المدينة عن بكرة أبيها تبكي الرجل الذي عشقها وعشقتها. حضر الجنازة علماء وشخصيات من كل أرجاء الجزائر، وأبنه فيها الحاكم العام الفرنسي بنفسه، كما حضرت أخته جان، وطبعا رفيق دربه سليمان الذي سيجاوره في الموت كما جاوره في الحياة. بعد وفاته كانت لوحات ديني ولا زالت إلى اليوم منتشرة في جميع أنحاء العالم، في المتاحف والمعارض ودور المزاد. هنا مثلا في متحف أورسي بباريس، وفي هذه القاعة الأندلسية الجميلة بمتحف الفن والتاريخ بنارفون جنوب فرنسا، وبمتحف الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة. لكن الجزء الأكبر يتداوله جامعون خواص وشخصيات عالمية مرموقة. Moi, il m'a été amené à vendre plus de 200 tableaux de dîner, hein, ceci en un laps de temps d'une trentaine d'années. Et par exemple, Martyr d'amour, Chahid Alhouche, c'était un très grand tableau que j'ai vendu 1 million d'euros. Un tout petit tableau charmant qui s'appelait Bataille autour d'un sou a également fait 1 million d'euros. C'était un petit tableau pas plus grand que ça. Parce que je suis tenu au secret professionnel. Néanmoins, c'est un secret pour personne que le roi du Maroc et son père aussi, que son père, était un grand collectionneur. Ils ont acheté un certain nombre de tableaux importants. L'État algérien, M. Bouteflika, lui-même, lors d'un contrat important entre la France et l'Algérie, avait promis à l'État français de faire des achats sur le territoire national, et ça a été l'objectif d'une vente qui a eu lieu
il y a plus de 10 ans que je dirigeais. Et là, ils ont acheté une très belle collection d'Étienne Dinet que j'avais à vendre, qui arrivait de Toulouse, où il y avait un ensemble merveilleux. Mais croyez-moi, entre la Tunisie, l'Égypte, le Sultanat d'Oman, le Maroc, il y a bel et bien des collectionneurs. Je vous rappelle tout simplement que les Orientaux ont commencé à s'intéresser à lui depuis quelques années. Et si vous allez au Qatar, les plus beaux tableaux se trouvent, il y a trois tableaux extraordinaires qui sont dans le musée de Doha, qui ont été achetés ici il y a 5 ou 6 ans. Vraiment, où on voit les trois influences, la période de l'Arwat, la période de Biskra et la période de Moussa'Allah. Ça, les gens du Qatar n'étaient pas des gens imbéciles, ils savaient ce qu'ils ont choisi. Et ils ont choisi les meilleurs tableaux. منذ وفاة دينيه سعى رفيق دربه سليمان بن إبراهيم إلى إقامة متحف باسمه يخلد ذكراه، وأصر على أن يكون ببوسعادة بدل بعض الاقتراحات بإقامته في الجزائر العاصمة، لكن محاولاته باءت بالفشل بسبب مماطلة السلطات الاستعمارية الفرنسية. ومات سليمان سنة 1953 دون أن يرى حلمه يتحقق. وحفاظا على إرث دينيه من الضياع، قام الزعيم الإصلاحي الشيخ بيوض إبراهيم وباسم الجماعة الإباضية ببوسعادة بشراء أملاكه التي ورثها لصديقه سليمان على أمل إقامة متحف متى تسنت الفرصة. وباستقلال الجزائر وعزم الدولة على الاهتمام بالتراث الثقافي عموما، تنازل الشيخ بيوض على تلك الأملاك لصالح الدولة الجزائرية، وبدأ بالتعاون مع شخصيات أخرى بالتخطيط لإنجاز المتحف. اتفقوا على أن ينجزوا متحفا في بوسعادة، لكن متحفا يمكن أن نقول عنه بأنه مؤسسة ثقافية متكاملة، وأنجزوا المخططات لإنجازه حيث يكون بارحه، فتكون فيها مكتبة كبيرة ويكون مركز ثقافي ومسرح وغيرها، مركب ثقافي بيتم باسم ناصر الدين ديني في بوسعادة. ومن خلال الظروف والتبادل والمعطيات وغيرها، وإذا تقلبت الأمور لم يتم إنجازه ولو بسرعة مصغرة إلى غاية 1993، هذا بالنسبة لمتحف ناصر الدين ديني. فاختزلت آمال الأولين كلهم، الشيخ بيوض وابن مسعود بن حيدش وكما قلنا أحمد بن جدو، في كما ترون ترميم المنزل وقاعة صغيرة كمتحف وطني لنصر الدين ديني، وسقطت طموحاتهم. ولكن مهما كان مهم، أنجز متحف أحسن من لا شيء. في حتى زيارات وفود أجنبية، مثلا فيه زيارات السلك الدبلوماسي، فيه وزراء جزائريين متقاعدين، فيه مثلا شخصيات وطنية، مثلا فيه حتى شخصيات دولية. مؤخرا من أسبوعين زارنا السفير الأمريكي في زيارة خاصة. غابت شمس دينيه عن بوسعادة، لكن شمسها الدافئة لا زالت تطل على قبره كل يوم، ولا زال ناصر الدين وسليمان يرقدان بسلام في ضريحهما تحميهما جبال بوسعادة الوعرة ودعوات البوسعاديين الأوفياء.